إلى أحوال الطقس الآن، حيث تتوقع مصالح الأرصادية الجوية عودة الاضطراب الجوي، أين من المرتقب أن تسجل الولايات الشمالية والشرقية للوطن تساقط للأمطار وكذلك للثلوج بالمرتفعات التي يزيد علوها عن 1000 متر، وهذا بداية من يوم غد السبت. هذا وتسقطت اليوم الجمعة أولى كميات ثلوج بولاية شرق البلاد، وكانت البداية بخنشلة وسطيف ومرتفعات بتنة وأم البواقي. وحسب مصالح ديوان الأرصاد الجوية، فإن موجة البرد ستبقى متواصلة مع تساقط للثلوج على المرتفعات التي يصل علوها إلى 1000 متر. هذا وشهدت جبال البابور بولاية سطيف تساقط كميات للثلوج مثل ما تبرزه هذه المشاهد. مركز منخفض جوي على الجهة الشرقية للحوض المتوسط وبالتحديد جنوب اليونان وإيطاليا، يكون هذا المنخفض مرفوق بأجواء غائمة غالبا على شرق البلاد مع بعض أمطار على فترات، وتساقط للثلوج على المرتفعات التي فوق علوها 1000 متر وبالأخص على منطقة الأوراس. وقد يمتد هذا الاضطراب السريع إلى المناطق الوسطى الشرقية مع احتمال ثلوج على قمم الجبال التي يزيد علوها على عن 1300 متر، دون أن ننسى احتمال ضباب مع تشكل جليد على الجضاب العليا الوسطى. بينما على المناطق الغربية فيبقى المرتفع الجوي يسود الأجواء هناك مع درجات حرارة الدنيا تصل أو تقل عن 6 درجات مئوية محليا، خاصة على الجضاب العليا وكذلك المناطق الداخلية.